كل عام وانتم بألف خير، كل عام والوطن بخير. أنا موجود بخياط برج الخليج اللي موجود بالقطيف بالتشويتشب. أنا تعمدت اليوم يا جماعة ألبس ثوب تفصالهم، هذا شغلهم، هذا قماش ياباني. وما شاء الله تبارك الله صار له كم هذا الحين؟ أكثر من 6 شهور صح محمد؟ في رمضان تقريبا، من شهر رمضان تفصال، ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا ما شاء الله تبارك الله خياط برج الخليج يقصدونه من كل مكان، خياط صغير يا جماعة، لكن الخيارات اللي موجودة عنده والأسعار اللي يقدمها كده. والآن بمناسبة اليوم الوطني عامل إلينا عرض مرة 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 قوي، راح يبدأ العرض من اليوم إلى تاريخ 24 24 تسعة سبتمبر. فنشوف العرض سوا. العادة أصور الطاقة، قلت هالمرة خليني أصور ثوب عليه القماش الكوري. هذا تفصال ثوب قماش كوري، شوفوا جمال الخامة وشوفوا كيف دقة التفصيل حقهم. وين الطاقات اللي موجودة حق الكوري؟ هذا لا الكوري، هذا الكوري، هذه ألوان الكوري يا جماعة، موجود منه الأبيض الناصح وهذا الكريمي، فقط هذه الألوان. نعم طبعا موجودة بعدة درجات. راح يكون بمناسبة اليوم الوطني الثوب القماش مع التفصيل ب 124 ريال بس، صحيح؟ صحيح، والله انكم تستاهلوا. هذه كلها ثياب الى العملاء يستلموها، ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذا القماش التايلندي، ما شاء الله الخامة حقه باردة وناعمة. وهذه ألوانه، عليكم السلام ورحمة الله، هذه ألوانه، متوفر منها الملون، متوفر منها الأبيض والكريمي. راح يكون القماش مع التفصيل ب 134 ريال بس، ما شاء الله تبارك الله. وهذا القماش الياباني، شوفوا كيف فخامته. طبعا هذه الاكسسوارات اضافات، هذه باسعار رمزيه، اذا حبيتوا تضيفوها اسعارهم مره مره حلوه. حابين تكون هنا، حابين تكون باليد، السحاب ايضا لو حابين سحاب، كلها باسعار رمزيه. طبعا القماش الياباني، وين الطاقات؟ هذا الجديد اللي وصل، هذا الجديد، ها ميد ان جابان، الراقي الرهيب المميز. طبعا بعده الوان، بعدة درجات، أبيض، عندكم الكريمي، أيضا هذا ملون. نعم ياباني، هذه تقريبا نفس الثوب اللي لابسنا أنا بالضبط. شوفوا الخامة والله حلوة يا جماعة. عرضهم مال اليوم الوطني لأول مرة هذا السعر، وأنا أقول فرصة، يعني الثوب الياباني عادة بكم تفصلونه برا؟ 250 220 200. العرض راح يكون ب 154 ريال بس، والله العرض كده يا جماعة. موقعه معروف لكن للتذكير موجود بالتشويتشب قبل بن جامع العطار مقابل سوق الخضار، ورقم التليفون موجود عندكم على الشاشة.